في حادثة الحقيقة كانت صعبة قوي، والناس شافت صورة النهاردة يعني كانت مؤلمة للغاية. عربية، بمناسبة يعني الكلام عن الحوادث، عربية دخلت في سور كوبري الفنجري، بس كوبري الفنجري الجديد حركة، في كوبري الفنجري القديم وفي الجديد اللي هو ده، وزي ما حضراتكم شايفين كده في حتة هتلاقوا السور فيها مش موجود، عربية كانت ماشية دخلت في السور وقعت من أعلى كوبري الفنجري الجديد بالقرب من استاد القاهرة. المنظر طبعا الصورة صعبة جدا. أحيانا التحريات الأولية قالت أنه اللي حصل أنه اختلال عجلة القيادة في إيد القائد، لما اختلت عجلة القيادة في إيده خبط أو ارتطم، يعني ارتطم بسور الكوبري وسقطت السيارة من أعلاه. النتيجة مصرع مستقلي السيارة. انا سالت زمايلي الحقيقه، يعني احنا مش تقريبا ما عندناش شباب عدد لغايه دلوقتي، ولا فيه، هل في عدد هي الاعداد لغايه دلوقتي لسه متضاربه، بس نيابه تاني مدينه نصر امرت بالتصريح بدفن 3 جثث لاشخاص لقوا مصرعهم عقب سقوط هذه السياره، سياره ملاكي من اعلى كوبري الفنجري. انا هنا الحقيقه يعني انا مش خبير الطرق طبعا، يعني بس في حاجتين في الحاجات دي، لما فكرة عربية بتدخل، أصل دي من أصعب أنواع الحوادث، كل أنواع الحوادث صعبة الحقيقة، والله حتى لو حضرتك داخل على إشارة كده وسرحت شوية وريحت على اللي قدامك دي برضو بتبقى صعبة، لكن الحوادث بمرارها بقسوتها درجات كبيرة جدا. يعني فكرة سقوط سيارة من أعلى كوبري أنا بعتقد أنها واحدة من أصعب الابتلاءات والمصائب والكوارث، صعبة أكيد، صعبة وتجربة مؤلمة. الفكرة في حاجة أنا ما أعرفش، يعني هل عالميا مثلا لو إحنا بنتكلم على تصميم الطرق وتصميم الكباري وتصميم الأسوار، هل عالميا المفروض أنه تصمم الكباري والأسوار بدرجة عالية المتانة لدرجة أنه حتى لو إيه دخل فيها ما تخترقهاش؟ أنا مش خبير الطرق، أنا بتساءل زي أي مواطن شاف الصور دي النهاردة، شاف كوبري الفنجري الجديد وفي حته منه مقفوله، معرفش مفتوحه قصدي، يعني العربيه دخلت في السور وقعته ووقعت، هل ده المفروض ولا مفيش حاجه اسمها كده؟ واي سور في الدنيا ليه قدره على التحمل، والخبطه لو كانت قويه جدا لازم كده كده تكسر السور وتقع؟ انا الحقيقه معرفش، بس يعني اتمنى انه يبقى في اجابه عند خبراء الطرق والكباري. الحادثه صعبه جدا، ربنا يا رب يرحمهم يا رب. نيابة تاني مدينة نصر صرحت بدفن 3 جثث. طبعا حركة السيارات في طريق النصر النهاردة قدام جامعة الأزهر كانت شبه متوقفة، يعني بس في سيارات إسعاف راحت بسرعة على مكان الحادث، والسيارة اللي وقعت دي من على الكوبري اتحطمت بالكامل طبعا، وجزء من سور الكوبري وقع. ربنا يا رب يرحمهم ويحسن ليهم. خلينا أقول لحضراتكم على خبر